السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان. وليت كنغبر عليكم شويه. علاش؟ لان الفيديوهات اللي كنحط كنتسنى حتى يطلع شويه باش نحط فيديو اخر، وللاسف المشاهده قليله. وكنتمنى كيف ما كنطلب منكم دائما تبارطاجيو مع صحاباتكم، يعني باش الفائده كلشي يستافد وكلشي يدير ماسكات للوجه ديالو. يعني الماسكات راهما يعني في المتناول اي سيده. كاينه السيده اللي ما عندهاش باش دير سوان فيزاج، ما عندهاش باش تشري كريمات غاليه الثمن، وهاد الوصفات اللي كان يعني الطبيعيه راه احسن بكثير من هادوك الكريمات اللي هما غاليين الثمن، واحسن بكثير من هادوك سميتو يعني كاين شي كريم كيقول لك 1000 درهم، مناش مصنوع من الازير اولا من الكوك اولا من يعني شي حاجه اللي هي في المتناول. في المتناول كنوضو حنا نشريوها بواحد الثمن غالي، وكاين الناس اللي الله يحسن عوانهم ما في استطاعتهمش. انا ماشي ضد الكريمات، كنقول لكم دائما انا الكريمات ديري، لا الكريمات ضد التجاعيد، ديري الكريمات المغذيه ديري، ولكن ما تستغنيش على الماسكات الطبيعيه والكريمات الطبيعيه. يعني جميع الوصفات اللي هي طبيعيه راها مهمه ليك سيداتي. بالنسبه للماسك ديال اليوم فهو للتجاعيد وللتبييض، للتجاعيد وللتبييض. ملي كديري سيدتي من الاستعمال الاول كتشوفي نتيجة اللي هي غزاله، كتشوفي نتيجة البشره ديالتك كتولي كتبري. الماسك اللي قبل منه اللي عطيتكم ضد التجاعيد للاسف ما كانش مشاهده فيه، ولكن راه غزال غزال سيدتي. شوفيه وتبعي هذاك الماسك، انا كنصح به بزاف وكنخدم به بزاف، غزال سيدتي. والماسك ديال اليوم شوفي راه ماسك تينسيك في ماسك، غير هو ديري الوجه في الماسكات. جا معاك واحد ماسك تبعيه واحد الشهر، من بعد ديري ماسك اخر. راه هادشي اللي كنعطيكم، حيت واحد السيده كتبات لي واحد التعليق انه قالت لي عافاك عطينا ماسك واحد شنو نديرو، راه حنا تلفنا. لا ما نعطيكش ماسك واحد، انا نعطيك ماسكات متعدده. علاش؟ باش بقيت يعني تنوعي الوجه ديالك، دائما غديه حاجه اللي هي طبيعيه وحاجه اللي هي زوينه، باش الوجه ديالك حتى هو يبدل، يغير التغذيه ويغير يعني باش البشره ديالك تبقى دائما منوره سيداتي. هذا هو المفهوم سيداتي. اليوم غادي نحتاج للخيار، غنحتاج الخيار. عندي محكوك، ناخذ الخيار محكوك، نصف خياره محكوكه، نصف خياره محكوكه بالماء ديالها، بالماء ديالها او بالماء ديالها، غنحتاجها بالمويه ديالها. ها انتم ماسك ساهل قسما بالله ما تندمي عليه، كنقسم بالله ما تندمي عليه، غزال سيداتي. راه ما تتسالينيش الحلوف، راه بتنحلف نحلف ما بغيتش، راه ما نحلفش، ولكن هذا الماسك هذا راه ما تندميش عليه، غزال سيداتي غزال، لان الحلوف كيبقى على رقبتي انا مجربه وفن ما تندميش عليه. كذلك عندي الشوفان، الشوفان مطحون، ها هو الشوفان مطحون اللي هو حنا كنقولوا الخرطال، الشوفان مطحون. عندي حليب البودره، حليب البودره، اي نوع من حليب البودره عندك ديري سيداتي حليب البودره. وعندي السكر، سكر السنيدة. علاش كنعطيكم ماسكات فيهم السكر؟ اكثر هاد الماسكات كنعطيكم فيهم السكر السنيدة. علاش؟ اولا عنده جوج ديال يعني ديال الفوائد. اول شيء هو انه كيشد البشرة، كيشد البشرة. ثاني شيء وهو مبيض، من المبيضات الاولى سيدتي، سكر من المبيضات. الله يجعلك ديري غير مع ما ورد وديريه البشره ديالتك، يجبد لك البشره ديالتك وغادي يبيضها. ايها لاله السكر، لان كيكونوا نقاشات، كيكون تعليقات، كيكون هذا، تقول لك لا هذه ما هذه مضره، هذه بحال الخميره كيديروا عليها ضجه. نهار كنحط شي ماسك ديال الخميره وكنقول لهم انا ضدكم، انا مع الخميره، خميرة زوينة للبشرة، خميرة مغذية للبشرة سيداتي، مغذية، كيخلي البشرة ما تشرفش، كيخلي البشرة
كتوخر الشيخوخه، ما كتخليش الشيخوخه البشره المبكره. سيدتي غادي نبداو في الماسك ديالنا، ناخذ كميه كبيره ديال الخيار، يعني تقريبا معلقه كبيره ديال الخيار اللي قلت لك بالماء ديالو غنحتاجو. غناخذ معلقه كبيره ديال حليب البودره، معلقه كبيره كذلك ديال حليب البودره. غناخذ ملعقه كبيره ديال الشوفان، غنخلط مزيان وغنوضع السنيده. سنيده غندير ملعقه صغيره ديال السكر السنيده. من بعد سيداتي غادي نخلط مزيان، ما كانش عندي الماء كثير في الخيار، يا اما غنزيد ماء الخيار يا اما غادي نزيد ماء معدني، ولكن غير انا غندير هكذا غادي يطلق بعضياته، يعطيني واحد الماسك اللي هو متجانس. ها هو مزيان، ما غنزيدو حتى شي حاجه. والله ما تندمي على هذا الماسك، هاد الماسكات انا كنديرهم ملي تكون غدا معروضه، ملي تكون عندي شي خريجه كخارجه، غزال كيخلي لك البشره ديالتك فنه فنه فنه. ها هو طلق الماء، انا كندير له هكذا باش ديك السكر السنيده دوب شويه ما تبقاش محببه باش ما تجرحليش وجهي. سيدتي التطبيق راكم عارفينه، دائما كنحط على الوجه ديالي بالطريقه اللي هي صحيحه، طريقه من التحت للفوق هكذا، ولكن الوجه يكون مغسول ونقي. سيداتي الوجه يكون مغسول ونقي، عاود نثبت نحطو على الوجه ديالي على هذا الشكل هذا. غنعمر الوجه ديالي كامل، غادي نخليه سيدتي نصف ساعة، من بعد غنغسل الوجه ديالي بالماء البارد. ولكن كيفاش غنزول الماسك؟ كيف ما العادة كنفزق يدي بالماء البارد وكنبقى نخدم الماسك على شكل دائري، كنفزق بعد الوجه ديالي ونبقى نخدم في الماسك على شكل دائري وندفع للفوق، على شكل دائري وندفع للفوق. سيدتي نتمنى تجربوا الماسك، راه رائع وكيستاهل التجربة، وتردوا عليا الخبر طبعا. مرحبا وألف مرحبا، وما تنساوش بارطاجيو مع صحاباتكم، بغينا الماسك يوصل لجميع السيدات. السلام عليكم.